بسم الله، تعالى. الله أكبر، صل على رسول الله. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هكلمك إزاي تبقى صياد محترف. غالب إخواتنا وحبايبنا في مبتدئين وفي هواة، اللي بيطلع مرة هنا ومرة هنا ومرة اشتغل كذا بطريقة ومرة كذا، ده شغل مبتدئين وشغل هواة. إمتى تبقى صياد محترف؟ إن شاء الله ده هشرحه لك، وبإذن الله لو عملت اللي بقولك عليه هيفرق معاك 180 درجة كصياد، يمسك سمك كميات وأحجام. وبإذن الله النهاردة هنشتغل من دور الغلة، السمك اللي بيطلع ياكل من المرايه يسرق الغله، العصابه الحراميه اللي مجننه الصيادين. ان شاء الله نبيض على العصابه النهارده، وباذن الله في اخر الفيديو ان شاء الله نصوره سمكتين وشويه شغل على المباشر، ان شاء الله يبقى فيديو ممتع. طيب نيجي لموضوع الفيديو بتاعنا، الصيد. انت كصياد هاوي او مبتدئ، عشان خاطر تبقى صياد محترف ومتمكن، تعرف كل ما تطلع تصطاد يبقى الغالب بتاعك انك تجيب سمك ترجع لسمك، مش تروح وترجع واقع الصيد الحزينه ترجع ما بتجيبش سمك، او تبقى شغال صح. ايه اللي هيفرق معاك في الموضوع ده؟ حاجه واحده، وده اللي فرق معايا وفرق مع صيادين كتير انا اعرفهم بقى صيادين محترفين. هيفرق معاك امتى؟ لما تطلع مع صياد محترف. بمعنى كلمه محترف، يعني مثلا لما تيجي تطلع مع صياد بيصطاد غله، مثلا على سبيل المثال لو انا طلعت اصطاد، انا لسه هاوي ما عنديش خبره قد كده او مبتدئ، وجيت طلعت اصطاد مثلا مع اخونا وحبيبنا الحاج عبدو عبد الله، الراجل ده خبره في صيد الغله، لما انا اطلع اصطاد معاه لا هستفيد بقى هنا. هتلاقي الدنيا لما تطلع تصطاد معاه هتفهم صيد الغله ده صح، هتشربه زي ما بيقول. وهتيجي اللي هياكد بقى الموضوع ده ايه؟ الاستقرار في الصيد. يعني انا بصطاد غله مع صياد خبره، هيفهمك ايه اللي هيفرق معاك، وده ان شاء الله هعمله فيديو لوحده، اللي هو الاستقرار في الصيد. لما تيجي تصطاد غله يبقى انا اصطاد على الميه دي ما غيرهاش، افضل قاعد على الميه دي ما غيرهاش لحد ما افهمها وافهم السمكه بتخش امتى وبتمنع امتى ودخلت السمكه. هو ده اللي هيفرق معاك. زي ما بيقولوا المثل ايه؟ من دور السعيد يسعد. انا ما فرقش معايا في الصيد غير لما طلعت مع صيادين محترفين، يعتبر صيادين اكل عيش. ربنا كرمني كده وزقيت معاهم، طلعت بقى اصطدت ريمه واصطدنا صرصار واصطدنا غله، تبارك الرحمن، ربنا يجعل يعني اللي انا اتعلمته منهم في ميزان حسناتهم. لانه فعلا انا ما مسكت السمك غير لما طلعت مع الناس دي. وشغال باللي قالوا لي عليه. ومع الممارسه في حاجات انا اكتسبتها. يعني انا طريقه الصيد اللي انا بصطاد بيها دي انا من خبرتي انا في الصيد. فانت عشان ما تضيعش وقت ومجهود وفلوس في رحلات صيد فاشله، شغل بقى يطلع على حداف وخنيني والجو الحزين ده، واستنى قرموطين وبياضه وكركرين، هاري يا حزين على الفاضي، هتضيع فيه سنين على الفاضي. فانت شوف صياد يكون خبره متمكن وحاول زق نفسك معاه. لو ربنا كرمك عرفت تطلع مع واحد او اثنين او مجموعه خبره، صدقني هيفرق معاك 180 درجه. وان شاء الله مكملين. اي حد من اخواتنا وحبايبنا عنده مشكله في الصيد خصوصا صيد الغله يكتب لي في التعليقات، وباذن الله برد عليه. وجزاكم الله خير. شايفك يا صايع، تعالى. الله اكبر، هيفلت ده بقى، هيفلت. بس عارف والله، تعالى شايفك، تعالى. بسم الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. هتفلت كمان، تعالى. ده حلو، مش وحش بس غزال محترم. تعالى غزال، تعالى يا عم صغير على العركة دي. بسم الله ما شاء الله، تعالى. عسل عسل ما شاء الله، غزال محترم. اثبت غزال، تعالى تعالى يا ولا. ما شاء الله، تعالى تعالى يا صايع، ما شاء الله. احلى زغلول ما شاء الله، تعالى شايفك. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، تعالى. بسم الله، الله ينور يا بنس. اصبر بقى ده يفلت، تعالى. بسم الله ما شاء الله، احلى غزال ما شاء الله، تعالى غزال. اوعى جبته. اوعى غزال. اوبا، ايه يا زوز؟ ايوه ايه. لا ده زغلول ده. ارفع يا عم. يعني اثبت يا زغلول. ارفع التنبه يا عم، خلصت. رفعنا يا زوز، طلع غزال مش الوحش. طلع غزال، لكن ان شاء الله جالنا الوحش. هنجيبه يعني؟ نجيبه. ماشي يا زوز، تعالى غزال. اوعى جبته. اوعى غزال. اوبا، ايه يا زوز؟ ايوه ايه. لا ده زغلول ده. ارفع
يعني اثبت يا زغلول. ارفعها الطنجره يا عم، خلصت. رفعنا. تعالى يا غزال، تعالى. بسم الله ما شاء الله، تعالى يا زغلول. الله، صغير يا ولع اللي بتعمله ده، ما شاء الله. احلى زغاليل. تعالى يا غزال، تعالى ما شاء الله. تعالى صايح، احلى زغلول. تعالى شايفك، تعالى. بسم الله ما شاء الله، تعالى زغلول. يا زوز ده ايه؟ زغلول. احنا مستنين ايه؟ الغداء. الوحش. وحش ولا الغزال؟ وحش يا عم. ايش يا زوز؟ تعالى شايفك، تعالى شايفك. بسم الله ما شاء الله، تعالى. شايف والله يا محمد، ما شاء الله. اثبت يا غزال، الله اكبر. ما شاء الله، غزال محترم. تعالى يا غزال، تعالى صايح. الله يبقى خيرنا يا محمد. ها؟ الله ينور يا وحش، الله ينور استاذ. ما شاء الله. تعالى يا غزال، تعالى. بسم الله ما شاء الله، تعالى. رايح فين؟ طفتك ما شاء الله، ما شاء الله. خطفته الحرامي. تعالى يا وحش، تعالى. بسم الله ما شاء الله. مش انت، انت غزال، بس التاني كان وحش فلت، والله كان وحش واقف ما شاء الله، ما شاء الله. اللص الصغير ده ضحى بنفسه عشان رئيس العصابه يعيش، سهجيبه دلوقتي. بسم الله، تعالى. الله اكبر، صل على رسول الله. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر يا محمد. حرام والله. تعالى شايفك، تعالى بقى. افلت اخوان، انت كمان افلت، افلت افلت، ما هي ناقصه يا ابن الجزمه. تعالى ما شاء الله، ذكر محترم. تعالى شايفك، تعالى. الله اكبر، الله اكبر. فلت تاني برضه، حاجه غريبه الشكل. تعالى شايفك، تعالى يا صايع. الله اكبر، ده يا محمد او فلت. محمد برنس، البرنس رسمي. يا نهار ابيض يا محمد، مشفف. اصبر بس عشان مشفف. فلت، فلت. بص القهره. تعالى شايفك، تعالى بقى يا عم، افلت انت كمان اهو، فلت. تعالى شايفك، تعالى. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله. يا تفلت انت كمان يا صايع، تعالى اثبت. بسم الله ما شاء الله، اثبت. تعالى بسم الله ما شاء الله. يوم التفليت العالمي النهارده، فلت شوية السمك، الحمد لله ما لناش نصيب فيه. تعالى شايفك، تعالى. ينور. اديله على خشمه ما شاء الله، زغلول محترم. تعالى وحش شايفك. مش انت يا غزال ما شاء الله. تعالى غزال، الله اكبر. خلاص اهو، ده حسمت اللقب. الله اكبر، حظك بس انه ما يفلتش اهو، بس طيب. بصور يا فقري، ده لفظ تطلعه هيفلت. مشفف والله، مشفف يا مجرم. تعالى تعالى، هو ده كرميتا بس هيحسم اللقب يعني ان شاء الله يا عم. بس طلعه مشفف الصايع، بص عكش من الزعنفه بتاعته. هات عليه، عليه اسطوره. تعالى يا صايع، تعالى. بص بص، بس عايز اخش جوه الحجاره. تعالى يا صايع، تروح فين؟ ما شاء الله، غزال محترم وابن ناس محترمين. ان شاء الله اخد بيه اللقب النهارده. تعالى. اي خدمه غزال اهو، لايف اهو، اهو غزال محترم اهو. تعالى يا غزال، تعالى بقى. انت تيجي انت يا صايع عشان صغير ان شاء الله. تعالى شايفك، تعالى يا صايع. بسم الله ما شاء الله، يا نهار ابيض يا محمد.